قولي قولي هي من كلمات محمد أمير، ألحان أشرف فقيهي، توزيع بدر مخلوقي، إخراج سفيان جراف. الإنتاج ديالي هي أغنية حاولنا أن نبينوا فيها كيفاش الناس كانوا زمان وكيفاش الدنيا ولات دابا. كنطرحوا بزاف ديال التساؤلات على الصدق اللي كان قبل اللي ما بقاش دابا، على بزاف ديال الحوايج اللي أنا شخصيا قاسوني وحاولت أنها تكون رجعة ديالي. صراحة من بعد نجاح تيليفيلم راجل المرأة قلت علاش لا ما تكونش رجعة ديالي مع أسامة، لأنه حتى هو شحال هادي ما غنى وإنسان هو صادق، يعني سواء إلا مثل عنده واحد الصدق أو لا إلا غنى نفس الشيء، وبزاف ناس ما عارفينش أن أسامة كيغني وهادي شي حاجة اللي هي جديدة على الناس. صراحة ما كاينش سبب غياب غير انه كنت ديما كندخل لي تورناج، وملي كتجيني شي حفل اولا انتاج خصني نديرو كيكون الموضوع صعيب عليا بزاف، فقررت انني نفوكس اكثر على التمثيل، والحمد لله درت اعمال كثيره بحال سر المرجان، 30 مليون، بزاف ديال الاعمال اللي انت كتعرف التمثيل كياخذ وقت بزاف، مي هاد السنه ان شاء الله غنحاول نديرهم بجوج. والله الى اليوم الجمعه، البارح رفقاء الخير خرجوا للخرجات الليليه ديالهم اللي من هذا المنبر بغيت نوجه لهم تحيه بزاف، على راسهم الصديق يوسف انزيد اللي كيديروا عمل كبير حفر الابار، كيديروا كل خميس خرجات كيعطيو المنط للناس والاكل. كنقول حنا فنانين ولكن خصنا ما نساوش داك الجانب الانساني اللي فينا. انا عشت معهم من اجمل لحظات حياتي في اوقات كورونا، كنا كنخرجوا كل نهار، كنا كنخافوا على بعضياتنا، وكنا كل نهار كيجيونا ناس كيتبرعوا لنا بمبالغ باش حنا نقدروا نعاونوا الناس. يعني العمل الخيري هو عمل قريب لقلبي بزاف، مع عمري ما علنت عليه، كنت ديما انا في الجمعيات اولا كنحاول نعاون باللي قدرني الله، ولكن فترة كورونا كيفاش نشرح لك خلاتنا نبينوا اننا يد وحده، وماشي غير اللي محتاج بالفلوس، كانوا الناس اللي عندهم فلوس وما قدروش يخرجوا او لا يشريوا خوفا على عائلاتهم، اي ولا اللي حاشمنا في الاول وفي الاخر. بدوزنا 2020 في الدار مع انا تكونفينيت بوحدي من بعد الجده ديالي مرضات وجات لعندي، يعني فريمون 2020 هاد كورونا رجعتنا للاصل، او رجعت كل واحد يعرف ان الدنيا ما فيها حتى شي حاجه والدنيا ما دايماش. افتقدت لما العائليه، افتقدت الخدمه ديالنا، افتقدت نسافروا، افتقدت بزاف ديال الحوايج، ولكن ان شاء الله نتمنى هاد 2021 تكون احسن.